وعموما علم الحادث قليل، لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا تمكن فيه الإحاطة المطلقة، بل لا بد حتى في الجزئيات أن يبقى شيء غائبا عن ذهن الإنسان لأن ذهنه صغير. ومن أراد فهم ذلك فليفهم أن الإنسان دائرة صغيرة أو نقطة صغيرة من الوجود يحيط بها دائرة كبيرة من العدم. فأنت سبق زمان لست موجودا فيه، وسيأتي زمان لست موجودا فيه، فلا تدرك إلا هذا الزمان الذي وجدت فيه وأدركت فقط، ما سوى ذلك لا تسلط لك على علمه.